ذاك النصراني جاء إلى المدينة ورأى الإمام الباقر عليه السلام، هو نصراني ضد الإسلام وهذا يعتبره قائد للمسلمين، فقال خلي أهاجم الباقر. فأجى قال للإمام الباقر عليه السلام أنت بقر، معروف الرواية. قال الإمام الباقر شنو؟ قال له بكل هدوء، قال له أنا باقر. قال له يا ابن الطباخة، يعني سب أمه هالمرة، بس إذا واحد يسبك أنت تتحمل، بس إذا يحشى على أمك تتحمل له لا. فقال الإمام الباقر يا ابن الطباخة، فقال الإمام الباقر عليه السلام تلك حرفتها، وكل مرأة بالبيت تطبخ يعني مو فد شيء عجيب يعني، تلك حرفتها يعني شغلتها هاي مو مذمة يعني، يعني جواب منطقي عقلائي. فهذا شاف الإمام ما غضب فزاد في درجة السباب، فقال يا ابن السوداء البذيئة الكذا، فد عبارة كلش قاسية. الإمام الباقر أيضا ما غضب، قال له إن كانت كما قلت غفر الله لها، وإن لم تكن كما قلت غفر الله لك. النصراني شاف الموقف أسد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك حجة الله.